قد يقول قائل لماذا لا أترك الصلاة مع الإمام؟ لأن عمر يقول نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من أنا أريد أن أفعل الأفضل. وبدل ما يصلي الإمام أول الليل ويقرأ في صلاته كلها نصف جزء، أنا أصلي آخر الليل بدل ما ينتهي الإمام من صلاته في أقل من ساعة، أنا أصلي في آخر الليل 3 ساعات وأقرأ 4 أجزاء. له ذلك. وإنما صلاة التراويح من أجل باعث الهمة والنشاط، لأن بعض الناس إذا لم يصلي مع الناس يرى الناس على يمينه وشمال يتشجع وينشط، إن التراوح راحة ونشاط كل عويجز كسلان. نعم، يتشجع الإنسان إذا صلى مع الناس كما أنه يتشجع إذا صام مع الناس. ولذا تجد قضاء رمضان من أثقل الأمور على النفس، لا سيما الذي ما تعود الصيام، لكن مع الناس في رمضان يصوم وخفيف عليه الصيام لأنه يرى الناس صائمين فيصوم معه. فإذا كان يأوي إلى صلاة أتم من صلاته مع الإمام وارتفعت منزلته عن أن يتهم بأنه لا يصلي ويقع الناس في عرضه فله ذلك. وكان كثير من السلف يصلي صلاة قيام رمضان في آخر الليل وحده. وعلى كل حال لا يكون هذا ذريعة لترك التراويح، لأن بعض الناس ينشط مع الناس لكن إذا جاء في آخر الليل قال نوتر بأي شيء، والقيام يصدق على أقل شيء. نقول مثل هذا يصلي مع الناس ولا يفرط في مثل هذا الوعد الذي جاء، والفضل من الله جل وعلا أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لا يفرط بمثل هذا إلا إذا كان على يقين من أمره أنه يصلي صلاة أكمل منها، ولا يضره أن يصلي مع الإمام مدة يسيرة ما تكلف شيء، ثم إذا قام من الليل يزيد ما شاء.